تجربة كولومبية، أحمد الياسري. أنا مو أروج إلى كتاباته، يعني زين. أنا هذه المقالة كاتبها قبل 6 سنوات، فهمت؟ وكان مبحث قارنت به بين العراق الآن والتجربة الكولومبية التي قرأت كل تفاصيلها، يعني يمكن أكثر صحفي مطلع على التجربة الكولومبية أنا، يعني بلا مبالغة، يعني تابعت الأفلام، قرأت الكتب، يعني شنو التفاصيل، ما اللي قتل وما فعلته هذه العصابة الكبيرة وإلى آخره. وقارنت العراق، قلت سيستنسخ العراق التجربة الكولومبية، وهذه الميليشيات إذا ارتبط تجارة المخدرات بالنشاط السياسي المسلح لا يمكن أن يسيطر عليه. هذه إشكالية أمريكا عاشتها مع بابلو إسكوبار فترة الثمانينات كلها، قضتها أمريكا في البحث عن هذا الرجل اللي انقضت عليه في التسعينيات، يعني مو موضوع سهل. فبكل تأكيد إذا ارتبط مال المخدرات يا سيدي بموضوع القدرة يعني بالميليشيات، فسيتحول إلى يعني قنبلة قاتلة لأي دولة، ولا تستطيع أي دولة، لأن هذه الميليشيات غير نظامية، يعني ماذا تفعل لها؟ هم ليسوا جيش مثلا. داعش أرهقت العراق، داعش دمرت العراق 4 سنوات ونصف، خضنا حرب معها مدمرة، تدمرت نصف المناطق العراقية وهي ميليشيا.